لأن شعروا وأن الحزب هذا اللي هو حزب حداثي متشبث بالقيام نتاعه، لكن هو في نفس الوقت حزب شعبي معناتها كذلك متجذر في الهوية نتاعه، ما عندوش مشكلة مع الدين مثلا. ما عندناش مشكلة وإحنا من قبل ما عندناش مشكلة. لكن ما يهم الكاشف وأن كيف بينا قدرتنا على أن نتفاعل ونتعامل ونشارك في الحكم مع حزب عنده مرجعية دينية، وأن بالفعل كسرنا الجدار نتاع الكراهية أو ربما الشك والتشكيك، وهذا مهم بالنسبة لعلاقتنا مع المجتمع نتاعنا، لأن المجتمع نتاعنا ماهوش فقط إطارات عليا وساق على ساق وبيكيني على حرف الأكابولكو. المجتمع بتاعنا فيه كل شيء، والتكتل يمثل التنوع فيه كل شيء، فيه اللي يصلي ركعة زايدة وفيه اللي يحب يعمل كيف بالشكل اللي راه، وهذه حريته. وخدمة جهات فما معارك على قضايا كما المساواه والحريات ومسألة الشريعة في الدستور ولا خارج الدستور، التكتل كان في المقدمة بالمنجد في المقدمة إلى الأيام الأخيرة، والناس تشتقوا كونهم هما نشوفوا المواقف نتاعهم يخفي باش واحد يزغط لهم شوية في بطنهم باش الأمور تتبدل تدخل فيها الحسابات، ويوليو حتى وقت يجيو التصويت في لجنة من اللجان أما يفشوا والله كانوا يصوتوا مع يصوتوا ضد المواقف هذه الجريئة. يعني هذا كل يلزمنا ناخذوه دائما لانه من مسؤوليتنا، كونه ما نعملوش تقييمات في الدرجه الاولى يعني او بروميي دوغري، فما حاجه فما اشكال الناس تلوم علينا فما تساؤلات مشروعه في اغلبها، لكن ما تاديناش الى الاحباط والقاء السلاح، خاصه وان سلاحنا ماضي